ولتسليط الضوء على آخر مستجدات المشهد الميداني والسياسي في اليمن، معنا من أمستردام أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير دكتور. معارك عنيفة ومتواصلة على عدة جبهات في مأرب وفاتورة كبيرة من الخسائر المدنية، من المسؤول عن استمرار المأساة هناك؟ أعتقد أن الوضع في غاية التعقيد. نحن في جغرافيا الصراع فيها محلي وإقليمي ودولي. نحن الآن بعد ما يقارب 6 سنوات من إعلان يعني أول عمليات عاصفة الحزم وما بعدها، وقبلها كان انقلاب، هناك صراع بين إيران لاعب رئيسي في الجغرافيا اليمنية ولها يعني مصالح جيوستراتيجية، هناك دول التحالف الثنائي الإماراتي السعودي، هناك أيضا الدول المهيمنة الكبرى. إذا نحن أمام صراع على أشده ومرتبط أيضا بالملف النووي ومرتبط بترتيب منطقة الشرق الأوسط ومتعلق أيضا بالمنافذ وممرات التجارة الدولية. يعني الوضع في غاية التعقيد ومتشابك المصالح، ونحن أمام يعني صراعات يعني فوق وطنية، والذي يدفع ثمنها هو المواطن اليمني والسيادة الوطنية اليمنية والأمن القومي العربي واليمني. طيب من ناحية أخرى دكتور، ألا يعد استمرار الميليشيا الحوثية في هجومها المتواصل ضد المدنيين نسفا لجهود الحل السياسي في اليمن؟ الحوثيين لا يهمهم الحل السياسي، لهم الآن العمليات الحالية مرتبطة ب ما تقرره إيران وكيف تتفاوض من خلال حزب الله والحوثيين والميليشيات في العراق وما يحدث في سوريا. هناك حوار إيراني أمريكي إقليمي، إيران تتحرك باعتبار الرباعي اللي هو حزب الله والحوثيين وسوريا والعراق باعتبارها امتداد مجالي لها، وباعتبارها أحد أدواتها، وأيضا باعتبارها مجال رئيسي واستراتيجي لها. وبالتالي هنا نحن أمام حوار إيراني أمريكي، حوار إيراني مع السعودية ودول الخليج. بالتالي المسألة في اليمن خارج الآن التسويات، والحوثيين ليس لديهم مشروع سلام باعتبار أنهم يعتقدون بالتفويض الإلهي، وإيران لا علاقة لها بالسلام ولا بالمواطن اليمني. إيران لها مصالح جيوستراتيجية، إيران لها أطماع بتهديد الأمن القومي العربي وبالتواجد في العواصم العربية لتحقيق مصالح وللسيطرة على هذا الفضاء الجغرافي الذي أصبح دون دولة محورية ودون مشروع قومي عربي حاليا بعد يعني الانقضاض على العراق. هل ننتظر دكتور موقفا جديا من المجتمع الدولي تجاه تعنث الميليشيات؟ المجتمع الدولي يعني الذي يسير ما يطلق عليها المجتمع الدولي هو الدول المهيمنة على القرار، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ومن مصالح هذه الدول وفرنسا وأعضاء مجلس الأمن لهم مصالح في بيع الأسلحة، لهم مصالح في بقاء الأمن القومي العربي هش وضعيف، لبيع الأسلحة وللمقايضة بملف حقوق الإنسان وبالتواجد أيضا في المنطقة في إطار حفظ الأمن والسلم الدوليين، في إطار مكافحة الإرهاب، في إطار حماية الملاحة الدولية. إذا هناك أطماع في المنطقة، وبقاء الحوثيين وهذا الوضع الهش يخدم حتى المصالح الإسرائيلية التي تريد من إيران أن تكون مهددا رئيسيا بديلا عنها، ومن هنا حتى إسرائيل المستفيد الأكبر مما يحدث في المنطقة باعتبار أن إيران تقدم خدمات قليلة لإسرائيل، وإيران تدرك ذلك بوعي، هي تعلم بما تقدمه الغرب، والغرب يحافظ على إيران فقط يريد وضع خطوط لها. والحوثيين رفع عنهم التصنيف لأن الهدف أيضا هو أن يحافظوا عليهم، بحيث أن النموذج العراقي والقائم على التعدد في الهويات يريدون تعميم هذا النموذج في اليمن، بحيث تكون المناطق الجنوبية تشبه كردستان في حال ما الحفاظ على السيادة الوطنية أو حتى فك الارتباط،
ويكون هناك ثنائية سنة وشيعة وشمال وجنوب، نعم، وأيضا مناطقية. والعراق أنت تلاحظ النموذج العراقي واضح أصبح الآن سنة، وهذا مخطط دكتور على ما يبدو يصب في صالح أعداء اليمن والشعب اليمني بكل تأكيد وليس في صالح اليمنيين. هذا مخطط لتخطيط أو إعادة صياغة وتأثيث منطقة الشرق الأوسط الذي يطلق عليها الجديد. شكرا لك. هذا مخطط إلى إرجاع الدول العربية إلى ما قبل المشاريع القومية العربية والإسلامية، نعم، إلى ما قبل الدولة الوطنية، بحيث يتم استنزاف هذه الدول وتدمير بنية التحتية، ومن ثم نعم يستفيدون في بيع الأسلحة وبناء البنية التحتية، ونعود إلى مرحلة ما قبل الاستقرار. شكرا أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من أمستردام.